السلام عليكم اخوان عمر زكي، خلينا نشوف هذا الفلوج ايش قد عدد لايكات نقدر نوصله حتى انزلكم بعد اكثر واكثر واستمر بالتنزيل ان شاء الله. احاول اصلا يوميا، حاولوا تدعمون ايش قد ما تقدرون، احاول انزلكم ايش قد ما اقدر. يلا نبدا الفلوج، مشاهده ام الممتع. جاي سابق ويا ابو الماستنج هذا الاكزوست عنده رهيبه ما شاء الله. سلامة. حاليا انا بالمركز الاول. طلعني. ايش قد حلو الواحد هنا ماخذ راحته، يلبس دشداشه بكيفه، عمي حريه. وبالعكس اصلا يحبونه اكثر ويشاقونه اكثر. عبد الله صار ايش قد ما شايفين صار عضلات، عمي صبروا له. فالناس هنا فريندلي، بهوايه دول نادر تشوف هذا الشيء. دخلوا عرب المحل لايس كريم، احنا بدنا ناكل، شافوا الير لابس دشداشه كانوا يتعجبون وقاموا يضحكون. هم الامريكان نفسهم عادي واصلا فرحانين بينا، فشوفوا احنا التخلف عندنا احنا. علمهم احمر وعليه هي العلامه مال الالبانيين. سمعنا اطربنا دول. هاي عبد الله وهذا الير. شو اخبارك حبيبي؟ ريفت حبيبي. الله الله بيرفكتو حبيبي. I say you wanna race. انا السابق سبقته. هاي طيارة مالتي ما شاء الله. الله طبعا مركز الشرطيات والله العظيم. فحلو لما اصدقائك مخابيل بامريكا. اوه عنده رمات حلوه ما شاء الله. هذا هم خاينته حبيبته لكن في امريكا، شوفوا جايز من الدنيا حتى. شلون؟ هاي اذا تشغل موسيقى الدنيا كلها تسمعها. عبد الله اذا اريد اخذت المخدرات عندك رويهم وين حختله. ترى نحطها هنا. والله مكان حلو الواحد يختل بيه شغلات. اكثر الباركنات بامريكا صارت متطوره واكو مال سيارات الكهربائيه. جاهزين للتفحيط الزين؟ هسه اليه. الله اكبر الله اكبر على الاخبال، فول اخبال. سديت الشارع وحركتوه. شله المخابيل في امريكا الجزء الثالث. اجينا اليوم نحلق عند حلاقنا الزين البرفكتو، بس مات الماستنج مسوي لها رابينج. اوه هو هم كونفرتبل، واو نفس ماتي كله نفس الشيء بالضبط. اذا واحد ضوجني بالتعليقات اصيح لهاي السياره مال انيمال سيرفيسز، وحتى مال منطقتنا مال ارلينغتون. هاي طبعا مال الكلاب الشارده والقطط الشارده، يفتحوها ويحطون هنا الكلب. شايفيها اكيد بالكرتون هذول اللي يفترون بامريكا ورا الكلاب الضايعه ويحطوها وهيك. اوكي هذا هو شكلي، خلينا نشوف هسه شلون. وبمناسبه حلاقتنا الجديده هذه هي الحلاقه، بس الريحه قصه. وهذا الصوص مالتهم بيرفكتو. هاي شنو هاي المطارات؟ والله جايين عصابه هنا، مكتوب دير بالك اكو كلب. والله صدق لازم ادير بالي اني. اثنين اكو حتى مو واحد. هذا اذا طلع علي شو يسوي بي؟ يريد ياكلني. لا 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 انا حباب والله. بسم الله. او ماي جاد. هاي البلايت نمبر مال نيو مكسيكو، ما كان تعرف مالتهم البلايت هيك شكلها. تشيلي كابيتال اوف ذا وورلد مكتوب. هاي السيارة القديمة هم حلوة، حبيت اجي هنا حتى ارويكم هذا المنظر الرائع ما شاء الله. اليوم جيت المحل اسمه 99 سنت، فتقريبا هنا أنا كل شيء يبيعون كأنه ما سوبر ماركت كامل متكامل، بس كل شيء ب 99 سنت يعني دولار واحد. اكو بعض الاشياء ب 3 دولار 4 دولار 5، لكن اكثر او معظم الشغلات هي بدولار. هاي بدولارين، بمحلات ثانية بخمسة اقل شيء. هاي تكمش التليفون مغناطيسيين، باقي المحلات 5 دولار دولارات وسبعة وفوق، هنا دولارين ونص فقط. نفس الشيء هذه بدولارين ونص، هنا مثلا ذولا أربعة بدولار واحد. أما إذا من جهاز فالواحد يطلع بدولار إذا جهاز، أو إذا تدخل غاز ستيشنز بأمريكا مثلا الواحد يطلع بدولار ونص، هنا الأربعة بدولار واحد. نفس الشيء البطاريات، هاي مثلها نفس العدد بالوال مارت، أقل شيء بسبع ثمان دولارات. طبعا نوعيات تعبانة أكيد. فهاي من هاي الجهة كوكلت أقسام، ومن هاي الجهة يمكن عشر أقسام اللخ. واو تخيلوا حتى مال ستاربكس هاي الغاليات اللي بأربعة دولار الوحدة وهيك، هنا دولارين نص الوحدة. أنا هاي بأربعة ونص اشتريتها، وهذا دائما أحتاجه للجيم، 25 جرام بروتين الواحد بدولار. وأكو قسم الفواكه، قسم الخضروات، السوالف هاي. شامبو بدولار، وين أكو شيء بأمريكا؟ حتى شامبوات بيهم راقيات كلش. السبراي جل كنت أدور عليه أصلاً. وهاي الأدوية دائما أشتريها ب 10 دولارات و 15 دولار. إحنا همنا بدولار بدولارين ثلاثة هيجي. فبأمريكا مجرد لازم تفكر أو تعرف شلون وين تصرف فلوسك وعادي راح توفر هواية. هاي أنا أعشقها ما أعرف ليش. قسم غراض مال سيارة وقسم كامل كله شغلات مال شلاب. فهي انا عود دخلت على مود شغله واحده بس والله.
شوفوا الشفت هاي البزونة ضائعة خطية، عيونها خضراء والله صورتها حلوة خطية. او ماي جاد، اقصى اليسار ممنوع شاحنة تسوق اصلا، وصار لهم ساعة ذول اثنيناتهم سادين الطريق وكلنا دا نتجاوزهم من هنا. شنو هالاخبار؟ الى حد الان سادين الطريق على العالم. هلا بالجي كلاس الغالي، حيل غالي هاي السيارة. حيل شو معدل وشو مسوي؟ يا ابو اللبن ايش بقيت؟ اليوم يا اصدقائي راح نجرب تسارع الماستانج جي تي. بذيك المرة جربنا الفي 6 تسارعها قبطناها لل 60 مايل بير اور، همينا سوينا. اليوم راح نسوي الجي تي الى حد الكومبليت اخر سرعة. جدا هذا شيء خطر، لا حد يجربه، انا راح اجربه بس على موتكم، على مود تتونسون به وتجربة من العمر، والله يستر لان هذا الشيء جدا خطر، خاصة هاي السيارة تزحلق بشكل مو طبيعي. يا الله بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. استعد عزوز استشهد والله لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول. دير بالك اول مره واخر مره اركب وياك. هاي تعرف ايش قد توصل؟ هاي فتشي هسه راح تشوف. الله يستر. من هسه لا تنسون اللايكات، خلينا نشوف ايش قد عدد لايكات نقدر نوصله وليتس جو. خلينا ننطلق الانطلاقه الزينه. الله يستر. مو بس حط الحزام، حط 10 حزامات حق. طبعا السياره لازم تحمى شويه، راح انتظرها تحمى لان ما يصير تدوسون فيها سرعات جدا عاليه وهي محاميه، ولو هي تحمي سريع الحمد لله. سام لازم ننتظر فتره معينه. صدق الله العظيم. كنا بدنا نسمع قران، قرينا اذكار الصباح، الحمد لله هاي الامور تمام، كله بيرفكت. هذا الستيرن خليه هيك حتى تشوفون السرعه. فعند ما راح نوصل للشارع العام ان شاء الله هي راح تكون حمت، بس تحمي حميه بسيطه انتهى خلص. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. المرايه بيرفكت، التيارات بيرفكت، كله تمام. المرايه مالتك بيرفكت. ما راح احطها بوضع السبورت، لكن ترقب الفيديو الجاي من 0 تو 60 مايل بير اور راح احطها على وضع السبورت، لان هسه وضع السبورت ما راح يفيدنا اصلا، يؤدي السياره ممكن او يخليها تزحلق بسهوله اكبر. فالافضل نخليها على الدي. حتى الصوت للعلم الصوت يكون احلى لما تكون على الدي، لما سبورت ما اعرف ليش بس الصوت يكون اخف، تكون هيك اسرع، تكون تخصصت للسرعه سبحان الله. بس طبعا الدوسه مالتها تصير نار لما سبورت، فشي مو طبيعي خاصه الجي تي. يلا جاهزين؟ بسم الله. جاهز عزوز؟ جاهز ان شاء الله. لا 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 ما اريد هيك، ما اريد هيك. ها مو احلى من مدينه الالعاب المائيه؟ يا مدينه تعال يا ما جاهز؟ ابي مدينه للموت. لا شوي شوي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. هاي 100 مايل بير اور وصلناها بثواني. ما شاء الله لا قوة الا بالله. لك حتى البنيد احسه راح يطير. والله العظيم. والله ده يهتز. ايش بيه هذا البنيد؟ البنيد قام يهز راح يطير بوجهه. الله يستر. شنو مسدود هو المفروض؟ بس خل اتاكد من البنيد، لازم اتاكد من البنيد. هذا يسوي حادث جدا قوي البنيد، اذا انفتح بوف يكسر لنا الشباك وهو هم البنيد يطير ويانا يعني، ونصير مشكله كبيره ونصير بنصش يعني ما بينا حل. طبعا هذا افضل انه اسوق به اسرع، لان هذا ابو التول واي بفلوس الشارع، فتقدر تسوق طلقه. بالماطور كانت كلها وصل 160 مايل بير اور، يعني بال 250 كيلومتر بالساعة تقريبا او 260 كيلومتر بالساعة. بالماطور اكيد اخطر من السيارة بألف مرة، لان اي شيء بالقاع صغير او اي شيء واقع يعني جدا خطر. الماطور اخطر شيء قتال صاحبه. اوكي خلينا نشوف شنو قصة البنيد. البنيد يريد يفتح احسه، والله احسه يريد يطير. تريد تطير السيارة، تريد تطير هيك طيران، ما ادري شنو القصة مالتها. والله حسها تريد تطير ما شاء الله. كنا ناخذ صور ما ادري اذا شفته، خلنا صعد. الله يستر.
جاهز راح نطير من جديد. شوف هاي السيارة الزرقاء جاءت تطير من يمنا، احنا راح نطير من يمنا. هاي مليون، هاي لو مليون لايك ما اريد، ما اريد لكم مع 150 مايل بير اور تقريبا. للعلم هاي السرعه القصوى مالتها انا مجربها قبل 156 مايل بير اور، يعني بسرعه الماطور جريندايزر هذا ال 2018 اللي الطلقه ما ادري شنو، تدري هاي توصل 156 مايل بير اور بثواني. هسه وصلنا 250 كيلومتر بالساعه، يعني كنا عجلنا على الحافه، على الحافه نروح لو لجنا لو النار الله اعلم. والله ما ندري بحيث قلبي من يدوس على يدوس السكليتر قلبي يرجع لورا. انت مو قلبك ايه جسمك قصدك السرعه، يعني جسمي كله راجع لورا. الله يستر. لا طبعا مرات الشرطه يترصدوا لك لان السرعه تصير 40، فينتظروك تجي هنا. بس شوف لما انا ابدل سبورت، شوف ما شاء الله ما يصير ادوس بيها واشكشكه، لازم اقعد راحه. هذا غار من عندنا، اقعد راحه. اقول لك اقعد راحه، لا ساجيك اقعد راحه هسه اجيك. تعال تعال لك تعال. وصلنا 120 مايل بير اور بثواني. قال بطة قال انا اسف تتاسف. تعال تعال اقضي بيك التوبه تعال. يلا الحمد لله الحمد لله. جربت مره بالماطور، جربت هالمره بالماستنجايتين. اصدقائي كانت نهاية هذا الفلوج، مستمرين ونحو الافضل. اسعد نفسك بنفسك، خلينا نشوف هذا الفيديو ايش قد عدد لايكات نقدر نوصله، وان شاء الله اسوي لكم فيديوهات احلى ومغامرات احلى. ولا تنسون كل شيء اسفل الفيديو، يومين ابث على الفيسبوك عمر زكي جيمنج، تعالوا نلعب سويه كلها رومات، كل روم 100 شخص. اوه على القناه الثانيه انزل فيديوهات بالمطار، ودا انزل فيديوهات احلى منوعه، هي قناتنا الثانيه توبكس يعني منوعه، يعني مواضيع يعني كل شيء، يعني عن الهجره الامريكيه، يعني شويه شغلات جايه بالطريق. وايضا على قناتنا الثالثة مال جيمينج اللي هي جيمينج فقط ألعاب. مستمرين ونحو الأفضل، أسعد نفسك بنفسك، دمتم في أمان الله ونشوفكم على خير.